بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا الحضور، نمسي عليكم بالخير ونشكركم على تواجدكم ويانا في جلسة اليوم في موضوع جديد من المواضيع المرتبطة بنمط الحياة الصحي، والتي هي من أهداف إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة نحو حياة صحية آمنة ومتكاملة للأسرة والمجتمع. حابين نتوجه بالشكر الجزيل والامتنان للقيادة العامة لشرطة الشارقة على التعاون المستمر معنا في رفع الوعي لدى مجتمع إمارة الشارقة. نتشرف اليوم بتواجد المقدم محمد المناعي والملازم سارة الزرعوني للحديث عن الإجراءات الاحترازية الأمنية والصحية. حياكم الله. الله يحييك ويسلمك. طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيابة عن إدارة الشرطة المجتمعية مثل المقدم أحمد المري ونائبه، طبعا أحب أشكر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على التعاون المستمر بيننا وبينهم. طبعا هذا مش أول تعاون، دائما احنا في تنسيق معهم بخصوص الطفل، بخصوص المبادرات المجتمعية اللي تهم الناس. طبعا ما يخفى عليكم اخواني الحضور واخواتي ان موضوع التدابير الاحترازية الامنية والصحية هذا شغلنا الشاغل في الفترة الاخيرة وفترة ال6 شهور اللي مرت، وكثير ما نسمع عنه عن طريق الاحاطة الاعلامية او عن طريق الاخبار او عن طريق الناس في المجالس في المجتمعات. يعني احنا وقتنا ضيق، يعني لو نتكلم في الموضوع هذا ما راح نخلص. طبعا احنا راح ندردش معاكم ان شاء الله ونتكلم عن المواضيع اللي تهمنا طبعا في الجانب الامني والجانب الصحي. معاي طبعا الملازم ساره من مركز التاهيل، هي راح تستوفي الامور الصحيه وراح تتكلم فيها بشكل تفصيلي، وانا في الجانب الامني. بغيت ابتدي في موضوع الاجراءات الاحترازيه اللي مرت طبعا في اللي كنا نسمعها في الفتره اللي طافت، واذكر الاحاطه الاعلاميه اللي كانت يوم الخميس. طبعا الكل طبعا سمعها او اغلبكم، وشاف العدد في تزايد بخصوص الاخوان اللي موجودين في الدوله والعدد الكبير اللي زايد، تقريبا يعني وصلنا ل 900 حاله من خلال 80,000 اللي اخذوا عن معينه. ونسال ليش يعني العدد هذا ارتفع مقارنه، طبعا قبل شهر تقريبا كان العدد في حدود ال 180 175. راح نستوفي فيها وراح نتكلم ان شاء الله فيها. اتمنى اختي الملازم ساره تتفضل. ملازم سارة، الملازم سارة إذا كنت معنا أو تسمعينا، المايك لك. السلام عليكم. وعليكم السلام، بس الملازم سارة صوتي قطع شوي. هي عفوا، بس عندي مشكلة شوي مع الصوت. تمام، الصوت واضح الحين، تفضلي. واضح الحين؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا مثل ما تفضل وذكر سعادة المقدم محمد المناعي بخصوص الإحاطة الإعلامية، وفعلا الأرقام قاعدة تزايد بشكل كبير، وشكل يعني ممكن إحنا نقول بشكل يعني مخيف، يعني إحنا ما نتمنى نوصل للمرحلة هاي. للأسف طبيعة النفس البشرية لما تعتاد الشيء خلاص، يعني إحنا كنا في البداية خايفين
كان في التزام، والناس تتكلم الحين والله هاي الموجة الثانية رجعت والله يستر من الموجة الثانية. هاي مش موجة ثانية، الموضوع كله ببساطة إن الإجراءات الاحترازية الناس قامت تتهاون فيها للأسف. يعني خلاص إحنا تعودنا على الموضوع، والناس نشوف في الأماكن العامة يعني للأسف، حتى رغم تنبيه الدولة وتأكيدها على الالتزام بالكمامات، نشوف الناس تتمشى في المول منزل الكمام، نشوف مثلاً بالنسبة لتعقيم الأدوات وتعقيم المشتريات وتعقيم الأغراض، نشوف الناس قامت تتهاون. هاي هي المشكلة اللي رفعت عندنا الأعداد للأسف الشديد. الموضوع مش موضوع موجة ثانية، الموضوع موضوع تعود النفس، ويعني تعودها على عدم، خلاص تعودنا في فيروس تعايشنا معاه، بس للأسف التعايش بالطريقة الخاطئة شوية. فيعني احنا نحب دائما نذكر ونعيد ونزيد في موضوع الإجراءات الاحترازية. أحيانا نقول والله احنا ملينا من كثر ما نسمع نفس الإجراءات، لازم نلبس الكمامات ولازم نغسل إيدنا باستمرار ونعقم، نستخدم المعقم، نعقم ما نطلع إلا للضرورة. يعني هذا اللي خلينا نرجع نعيد ونزيد، لأن دائما احنا نقول وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، فإحنا دائما لازم نعيد ونزيد ونذكر الناس بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وضرورة يعني الالتزام بقوانين الدولة. يعني الاجتماع اللي هي التجمعات اللي ما لها داعي ما هي ضرورية نبتعد عنها نتجنبها، غسل الأيدي باستمرار لمدة 20 ثانية، استخدام المعقمات، بالذات الحين احنا رجعنا للمكاتب للعمل، فموضوع العمل مهم جدا 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 ان احنا نحرص نعقم ادواتنا الشخصية، ما نشارك الناس ادواتنا الشخصية من اجهزة حاسوب من غيرها، حتى القلم، حتى يعني ابسط الاشياء يعني اللي احنا نحس انه لا ما فيها مشكلة، لا هي ممكن انها تسبب مشاكل وتسبب اصابة بالفيروس. وغير هذا في يعني عندنا بالنسبة للمشتريات الخارجية، طبعا احنا نشتري الأغراض لازم نستلم، لما نستلم الغرض أو نشتري نحرص ان احنا نعقم كل شيء اشتريناه بشكل صحيح، نغسل ايدينا بعد ما نشتري. طبعا الحمد لله الحين متوفرة الوسائل الذكية، حتى في لما نحتاج شيء ممكن احنا نطلبه اونلاين، ممكن احنا حتى عملية الدفع يعني ما تكون بالنقود كاش، يعني لا ممكن نستخدم البطاقة. طبعا هاي يعني عدم تداول العملات هاي مهمة جدا، لان العملة تكون من شخص لشخص، فبالتالي تتوزع، يعني احنا ما نعرف كانت عند منو وصلت عند منو، شو كان فيه شو ما كان فيه. بالنسبة للمدارس يعني إن شاء الله يعني نتمنى أنها تفتح المدارس ويرجعون الطلاب للبيئة المدرسية. واجبنا يعني كأولياء أمور وكأي شخص يعني أن ننبه الأطفال، هم الأطفال ما عندهم وعي كامل، فبالتالي إحنا لازم نحرص نخلي الأطفال نعلمهم العادات الأساسية اللي هي في النظافة، من ناحية غسل اليدين، توفير المعقمات لهم، نعودهم يلبسون كمامات. للأسف نشوف تهاون، أنا عن نفسي شفت في كذا مكان صادفني وزعلت، يعني نشوف الأم والأبو لابسين كمامات بس الأطفال مش لابسين. يعني هل أنت تخاف على نفسك بس ما تخاف على طفلك؟ لا، يعني يا نطلعهم إذا في شيء ضروري، وإذا ما نطلعهم يعني يكون وايد أفضل، ونلبسهم الكمام إذا احتجنا، يعني إنهم يطلعون يلبسون الكمام، ونعلمهم على الإجراءات الاحترازية، هم أطفال، بالتالي لما يشوفون الأب والأم ملتزمين هم أساساً راح يتعودون ويلتزمون. وغير الأشياء الأساسية اللي ممكن إحنا نوفرها للطالب ونعلمه إنه لما يروح المدرسة ما يتشارك أغراضه، ما يتشارك الكمام، يغسل إيده باستمرار، تكرمون عفواً عند استخدام دورة المياه، يعني هاي يعني المكان هذا بروحه يحتاج إجراءات نعلم فيها الأطفال، وحتى بالنسبة للكبار لأنه هي مكان ناقل للعدوى، مصدر يعني ممكن يكون فيه أمراض، يعني غير حتى الفيروس كوفيد-19 في أمراض ثانية تنتقل، فإحنا نعلمهم على النظافة الشخصية وعلى اتباع جميع الإجراءات الاحترازية.
ما أعرف إذا سعادة المقدم بيضيف على الموضوع شيء ولا؟ سعادة المقدم صوت مش واضح، بس لو تشيل الميوت. نعم، جزاك الله خير ملازم سارة. فعلا مثل ما ذكرتي ملازم سارة، يعني وصلنا لمرحلة يعني الناس مثل ما تقولين ملت من الإجراءات هذه، لكن مثل ما تعرفون يعني هذا الفيروس ممكن يكون في اللي هو موجود كثير من الأماكن، احنا المولات أو القهاوي يعني لما نمر عليها نلاحظ أن الأخوة لما يجلسون مثلا في الأماكن العامة الكمام ما يستخدم الا اذا تحرك او اذا قام من الطاوله، فما اعرف شو السبب. يعني هل مثلا انت اذا قعدت على الطاوله هذه ما راح ينتشر، ما راح يوصلك؟ العمليه الثانيه، الاماكن اللي انا اشوف ان مثلا الشخص ما له داعي ان يكون موجود فيها ما توجد. اوكي انا ممكن مثلا اقضي حوائج العائله، اطلع معاهم، بس اتجنب الاماكن اللي فيها ازدحام. الكل سمع بالإحاطة الإعلامية الأسبوع اللي فات والرقم اللي ضاعف 5 مرات تقريبا. إنزين ليش الأسباب؟ نسير يعني إحنا الأماكن ونزورها نشوف عملية التباعد ما تكون 2 أو 3 أمتار مثل ما قالت الملازم سارة. حتى في موضوع لبس الكمام يفترض أن يعني أهم حماية اللي هو لبس الكمام، يعني هذا إذا أنت ما كنت تستخدمه ممكن أن المرض ينتقل لك. كثيرين طبعا احنا عندنا في الاماكن اللي فيها الحجر الصحي عندنا موظفين من اداره الشرطه المجتمعيه ما زالوا موجودين في 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 اماكن الحجر الصحي وتيهم حالات. لما يسالون الاخوان اغلبهم يعني يا انه مثلا خالط حد ما يعرفه، يا ان ما يكون لابس الكمام. عمليه التعقيم هذه اخواني يعني ما يفترض ان احنا ما نمل منها، لان فعلا يعني هذا المرض اغلبهم اللي يجون ما تبدي عليه اعراض، ما تكون عليه اعراض، ما يعرف انه هو فيه، وبالتالي يروح مثلا لبيتهم مثلا وممكن انه هو يخالط ابوه ولا امه ويعرضهم يعرض حياتهم للخطر. فالعمليه طبعا احنا ما نعلم متى الفيروس هذا راح ينتهي أو ينتقل، فيفترض أن جدول حياتنا أو جدول عملنا تكون بالطريقة هذه. حتى عيالنا اللي لما نبعثهم للمدارس يفترض أن الجدول هذا مستمرين عليه. إحنا مثل ما قالت الملازم سارة، فذكر أن الذكرى تنفع المؤمن، يفترض من مجتمع مثل مجتمع الإمارات مجتمع واعي نشوف ونعرف ونعي المخاطر اللي تواجهنا من خلال الفيروس هذا. فعلا يعني الفيروس هذا أثر على اقتصاد العالم بشكل كامل، لكن دولتنا جزاها الله خير حاطة في المقام الأول اللي هي قيمة الإنسان. يعني الجانب الصحي جانب وايد مهم. فعلا المشرع الإماراتي وضع بعض القوانين اللي تعاقب الشخص المهمل أو الشخص اللي ما يتبع الإجراءات فيها، لكن في النهاية هي عملية قناعة. يفترض أن كل ولي أمر وكل ولية أمر تعرف متى تذهب للمكان هذا. في حالة أنا مثلا صرت الجمعية وشفت أن المكان هذا مزدحم، افترض أني أنسحب أو أروح مكان ما يكون فيه أعداد كبيرة. يعني إحنا سمعنا قبل كم من يوم في محل في إمارة من الإمارات تم إغلاقه لأنه كان مسوي عرض في المحل هذا. أنت لو شفتوا الازدحام اللي كان موجود، يعني فعلا الناس قامت تهمل الجانب هذا. إحنا ما نعمم طبعا، إحنا عارفين أن هي فئة مش الكل فيها، ولكن احنا نحاول قد ما نقدر ان ننبه ونذكر. واحول الميكروفون لاختي ملازم ساره. اتوقع احنا يعني حبينا نوصل اكثر يعني قدر من المعلومات يعني لكم. نريد نذكر ونعيد في نفس الموضوع أهمية الإجراءات الاحترازية، أهمية اتباع التعليمات، نحرص بشكل كبير على اتباع قوانين الدولة. أي شيء إحنا نشوفه ما منه فائدة ما له داعي نتجنبه كثر ما نقدر.
أنا الحين ما أعرف إذا تسمح لي سعادة المقدم، يعني إذا نفتح باب الأسئلة للجمهور في حال أي حد حاب يعني يستفسر عن شيء أو حاب أي معلومة، نحن حاضرين. الجمهور الكريم، إذا كان عندكم أي أسئلة رجاء أنكم تحطون أسئلتكم في الدردشة عشان نقدر نطرحها على المحاضرين. إذا كانت عندكم أي أسئلة تخص الإجراءات الاحترازية الصحية أو الأمنية فممكن تطرحونها على المحاضرين. في نقطة حابة أضيفها يمكن ما تكلمنا عنها، اللي هي موضوع الأكل في المطاعم أو طلبات الأكل الخارجية. طبعا الأكل ما فيه يعني أي مشكلة في حال نقله للوعاء الخاص في البيت، يعني نتخلص من الأشياء اللي الخاصة بالمطعم، من كيس، من صحن، من أدوات، ونحط ننقل الأكل من الأدوات هذه للأدوات الخاصة فينا في البيت. وبالإضافة حتى في المطاعم، يعني إذا في حد مثلا طلع وحب ياكل من برا، ممكن إنه يعني حتى لو قدموا لكم الصحون العادية، ممكن أنتم تطلبون منهم يغيرون لكم، يحطون لكم اللي هي البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير. طبعا هاي أفضل، لأن الواحد بيحافظ على سلامته وعلى صحته عن طريق الإجراء هذا. ما فيها أي شيء، يعني أتمنى إن الناس مثلاً ما تتهاون في موضوع الإجراءات هذه المهمة. أطعمة الدليفري قلنا إن المشكلة ما تكون في الأكل، ممكن إنها تكون في الأوعية، الوعاء الصحي، الوعاء اللي نتناول فيه الطعام، بس ممكن إحنا نغيره عند الباب مثلاً، نستقبل ننقله في وعاء ثاني، نتخلص من الأشياء الخاصة بالمطعم. طبعا وجهة نظر اللي تقول في سؤال إن الكمام مضر بالجهاز التنفسي، لا أبدا ما في أي ضرر بالجهاز التنفسي، يعني نشوف الطاقم الطبي يلبسون الكمام الطبي 12 ساعة وأحيانا أكثر، بالعكس أبدا، وحتى في الكثير من الدراسات وحتى التجارب قاموا فيها العديد من الدكاترة استخدموا فيها الكمام، ونفس الوقت ركبوا الجهاز اللي هو يقيس نسبة الأكسجين في الدم، وأبدا ما في أي مشكلة في الموضوع، بالعكس. سعادة المقدم، بس في سؤال بخصوص الإجراءات الأمنية، لبس الكمامة أثناء القيادة هل يوجد غرامات؟ عفوا سعادة المقدم، ما في صوت. هي طبعا بخصوص لبس الكمام، طبعا المشرع الاماراتي وضع غرامه ماليه في حاله ان انا مثلا ما لبست الكمام عليها غرامه 3000 درهم، ولكن اذا انا مثلا كانت اسره واحده في سياره مثلا من شخصين او 3 اشخاص، يفترض ان يكون في تباعد اقل شيء مترين. شخص واحد ما في مشكله، ما يحتاج انه يكون لابس الكمام، لكن اذا وجد اكثر عن شخص هني نقدر نقول ان يفترض ان الاشخاص يكونون لابسين الكمام. في شغله ثانيه طبعا ملازم ساره ذكرتيها، اللي هي لبس الكمام. في الفتره الاخيره انتشرت شائعه او فيديو اللي هو لبس الكمام، يعني كثره لبس الكمام ان يعرض الانسان للتنفس من ثاني اكسيد الكربون. فانا بغيت انبه على شغله، موضوع الفيديوهات اللي انتشرت والكلام اللي يطلع كثير ما نسمع احنا، ان فعلا احنا دائما ناخذ المعلومات من المصادر اللي هي مسؤوله عنها، مثل وزاره الصحه، مثل اللي حاط الاعلاميه اللي تطلع عندنا. وايد نسمع اشاعات وكلام يعني من الناس او من جهه معينه، ان مثلا هاي المعلومه جايبينها من دوله معينه. احنا نعرف ان
في كثير من الدول عندهم مثلا الحجر الصحي يستمر 5 أيام أو 6 أيام، في دول ثانية لا يستمر 10 أيام عندهم، في دول ثانية يستمر أسبوعين. كل دولة هي أبخس بإجراءاتها الصحية. فأنا اللي أبغي أوصله، طبعا هذه مخالفة، كل شخص ينشر إشاعة هاي مخالفتها تقريبا توصل للحبس 6 شهور زايد غرامة 100,000. اللي أنا أطلبه من الأخوان أولياء الأمور والأخوة الموجودين في معانا، أن تعرف من وين تجيب المعلومات هذه وتتأكد منها. ما بكل معلومة أنا أقدر أنشرها، صح ممكن توصلك المعلومة هذه لكن أتأكد إذا هذه صحيحة ولا لا، بالذات في موضوع كورونا كثير من المعلومات ومن المغالطات اللي سمعناها عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. هذا اللي أنا حبيت أذكره. نعم مقدم محمد، بعد في بعض الأسئلة من الجمهور، شو الإجراءات الجديدة اللي تتبعها الشرطة يعني مع التهاون اللي صاير؟ طبعا الإجراءات مثل ما هي، طبعا المشرع وضع بعض القوانين من ضمنها طبعا مخالفة عدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي أو المنشأة الخاصة، هذه فيها غرامة 50,000. أيضا في المناسبات الاجتماعية، يعني إذا مثلا شخص مجمع مثلا ناس في 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 مكان أو في مزرعة، هذه غرامة صاحب الدعوة تقريبا 10,000، والشخص اللي حضر الدعوة هذه تقريبا غرامته 5,000. سمعنا في الفترة الأخيرة في أعراس طبعا صارت، طبعا موضوع الأعراس طبعا هذه مناسبة خاصة تخص الأسرة هذه. إذا صار مثلا عرس في المنزل هذا أو في البيت هذا، يفترض أن الحضور أو اللي موجودين يكونون المقربين جدا، وعملية التباعد وعملية الأخذ الاحتياطات الاحترازية يفترض أن تكون ملم فيها. طبعا عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي غرامته 50,000. عندك مخالفة عدم الالتزام بتعليمات الحجر بالمنشأة الخاصة 50,000. مخالفة من قام بالدعوة للتجمعات الاجتماعية أو إقامة الاحتفالات العامة، هي غرامة 10,000. فطبعا كثير، طبعا مخالفة عدم ارتداء الكمامة هي 3,000 ما زادت. المخالفات كثيرة، لكن يفترض أن المجتمع والناس عارفة. أنا مثلا لما أحضر أي مناسبة أو مناسبة عزيزة علي أو قريبة مني، لازم ألتزم بالإجراءات هذه كلها، من عملية التباعد الاجتماعي، من عملية لبس الكمام، من عملية استخدام اللي هي الأدوات الصحية والمعقمات. كل هذه طبعا بالذات لما انفتحت عندنا المولات وانفتحت عندنا بعض الأماكن اللي الشخص يقدر يسافر فيها، الكرة في ملعبنا احنا اللي يفترض عندنا مثلا لما نزور الأماكن هذه أني أنا أكون حريص على أسرتي وعلى نفسي. أنت ما تنسى أن الموضوع هذا يتعلق بأسرة كاملة عندك كبير في السن. حتى لما أفكر أني أزور مثلا والدي أو والدتي، أحاول أني أكون مبتعد عنهم مسافة لا تقل عن 3 أو 4 أمتار. الشغلة الثانية المسؤولية المجتمعية، الملازم سارة ذكرت أن في الفترة الأخيرة الناس ملت من العملية هذه. إحنا ما نعلم متى راح يطلع لقاح وتطعم فيه الناس، على أساس لأن اللي نعرفه أن هذا مرض ونتريى فارغ الصبر أن اللقاح هذا يطلع على أساس تطعم. ما نعلم متى هذا اللقاح يطلع. فيفترض من الأهالي وأولياء الأمور أنهم يحاسبون على نفسهم، على أهاليهم، على عيالهم، لأن العملية إحنا ما ندري متى تكون نهايتها. أيضا بالنسبة لمثلا إذا عادة والطلبة لمدارسهم، يفترض أن مثلا كل ولي أمر ينبه ولده أو بنته أن مثلا أنت يوم بتوصل في الصف، طبعا إحنا عرفنا من وزارة التربية والتعليم أن هناك بيكون في تباعد، الصف ما يزيد العدد مثلا عن عدد معين. يفترض أن أنبه على ولدي مثلا إذا هو ساير المدرسة، وأنبه بخصوص المواضيع هذه. ما انحطت القوانين هذه وما انحطت العقوبات هذه إلا لتحمينا إحنا.
لان للاسف في ناس يعني احنا شفناهم في المولات وفي السناتر وفي الاماكن او المقاهي ما يعني ما يردعهم الا العقاب او القوانين المشدده. نعم. مقدم محمد، في سؤال عن عدد الاشخاص المسموح تواجدهم في السياره الواحده، يعني اذا كانوا عائله واكثر عن 4 اشخاص، هل هذا شيء مسموح فيه ولا لا؟ طبعا السياره الوحده العائله الوحده مسموح ان مثلا 3 اشخاص. طبعا في البدايه كان بدايه الازمه كانت التعليمات ان شخص ما تزيد عن 2، لكن الحين اذا كانوا من اسره وحده في سياره وحده، طبعا القانون ما حدد 3 أو 4 اشخاص، حدد ان انا اكون متقي حامي نفسي وحامي اسرتي. مثلا اذا كانوا اكثر عن 3 اشخاص في سياره وحده يفترض ان يكونون لابسين الكمام، فما بالك اذا كانوا من غير اسره. اذا كانوا من غير اسره يفترض ان يعني السياره ما تزيد عن 3 اشخاص في السياره الوحده، لكن الاسره الوحده ما اعتقد ان هناك في اشكاليه، ولكن ما يمنع ان انا اكون ماخذ احتياطاتي ولابس الكمام وفي مسافه بيني وبين الشخص الثاني. نعم. نعم، شكرا مقدم محمد. ممكن هذا السؤال يتوجه للملازم سارة. يتوافر الآن بالأسواق والعديد من المتاجر أنواع مختلفة من الكمامات، فهل هناك محاذير خاصة ببعض الأنواع؟ طبعا بخصوص الكمامات، فعلا هناك الكثير من أنواع. نحرص بشكل كبير لما نستخدم الكمام، إذا بناخذ اللي هي الكمامات الطبية اللي هي انها تكون، نحرص انها تكون 3 طبقات، يعني 3 layers. تكون الكمامة يعني ممكن احنا اذا حاولنا نسحبها نلاحظ ان هي عبارة عن 3 طبقات. هي هذه الكمامة اللي ممكن انها تحمي، وهي صراحة الافضل، يعني افضل من الكمامات اللي هي القماشية. الكمامات القماشية احتمال يعني تكون يعني لازم نغسلها ولازم دائما نحافظ عليها، وممكن انها ما تكون حاميه اذا كانت عباره عن قطن. نفس الموضوع بالنسبه للناس، للسيدات اللي يلبسون النقاب. النقاب غير حامي للشخص من الفيروس، لازم يكون محكم الاغلاق، يتم غلقه من القطع الحديديه اللي تكون فوق. في حال استخدمنا الكمامه القماشيه نحرص انها تكون حاميه بشكل كبير، وان نغسلها باستمرار. يعني فيعني يفضل ان احنا نلبس الكمامات اللي هي الطبيه اللي هي عباره عن 3 طبقات تكون حاميه، هي 3 layers، الطبقه الخارجيه وفلتر والطبقه الداخليه، ويعني هاي يعني الافضل يعني استخدامها. في سؤال ثاني بخصوص كم المده اللي لازم نغير فيها الكمام. ممكن احنا نلبس الكمام يعني كثر، يعني ما احنا اهم شيء اذا شلينا الكمام نخليه يعني مثلا ماكسيمم ساعة بعدين نرد نلبسه. يعني هذا يفضل تغييره باستمرار، لان هي الاسطح هاي ممكن تكون عليها الفيروس او حتى فيروسات ثانية او بكتيريا ثانية، فدائما نحرص على تغيير الكمام. يعني يفضل مجرد ما نشيله ممكن ان احنا نطويه بشكل سليم، نحطه في مكان ما يكون على سطح، ممكن نحطه في الشنطة ولا في الجيب، ممكن نحطه بعدين نرجع نستخدمه هذا اذا اضطرينا. في حال ان احنا عندنا مجال نغير الكمامة، طبعا هي فيها السيفتي اكثر. واذا الشخص بمفرده في السيارة، اتوقع يعني سعادة المقدم يعرف يعني بشكل اكبر، بس انا اللي اعرفه ان الشخص اذا بروحه في السيارة ما له داعي يلبس الكمامة، مجرد إذا كان في معه شخص ثاني أو بينزل من السيارة ممكن يرتدي الكمامات. نعم الملازم سارة، مثل ما قلت بخصوص السيارة، طبعا الشخص إذا كان لوحده في السيارة ما في داعي يلبس كمام، لكن إذا كانوا أكثر عن شخص، احنا نتكلم إذا كانوا أكثر عن شخص، إذا كانوا من أسرة وحدة يفضل، يعني انا اشوف انه يفضل ان يكونون لابسين كمام، لكن اذا كانوا مثلا من اسره ثانيه لا، طبعا لازم يكون في عمليه تباعد، وهذه مخالفه 3000،
لازم الكل طبعا يكون لابس الكمام في السيارة. لكن إذا كانوا من أسرة واحدة أتوقع أن يعني 3 أشخاص أو 4 أشخاص ما في مشكلة، لكن الأفضل أن يكون لابس الكمام. نعم. أيضا في سؤال، عرفنا أن وايد حالات ظهرت لأشخاص مصابين كورونا في الدوامات، شو رأيكم في الموضوع؟ المشكلة مش في الدوام، ولا هي المشكلة في البيت، ولا هي المشكلة في المول، المشكلة في الشخص نفسه لما يتهاون عن الإجراءات الاحترازية. إذا الشخص ملتزم بالإجراءات الاحترازية ما راح يصيبه يعني بإذن الله الفيروس هذا في أي مكان وين ما كان. أهم شيء أن الشخص يكون ملتزم بالإجراءات الاحترازية، هذا هو. وأهم شيء يعني لما إحنا نرجع الدوام ممكن يصيبنا من بعض الأشخاص اللي يكونوا زملائنا في الدوام، طبعاً هذا بيكون بسبب مشاركة الأدوات مع بعض، مشاركة جهاز الكمبيوتر، عدم التعقيم، البوابات لما نقبضها طبعاً للأسف يعني في ناس عادي تفتح الباب وما تهتم إنها تعقم إيدها حتى، والحمد لله يعني كل شيء متوفر. يعني إذا مش متوفرة أجهزة التعقيم أو مواد التعقيم، الماي والصابون الواحد يغسل إيده، وهذا طبعاً أفضل من المعقمات حتى في بيئة العمل. فعشان شيء إحنا نرجع ونقول ما يهم المكان، يهم بس اتباع الإجراءات الاحترازية بشكل سليم. في أيضاً سؤال ثاني، أغلب الأحيان في جهة العمل في حال عدم تواجد موظفين بالقرب نزل الكمام، إذا حد مر نرفع الكمام. طبيعي إذا ما في حد في المكان ما يعني نزل الكمام عادي، ما فيها شيء. نتأكد إنه ما في حد معانا وحولنا في المكان، بالعكس هذا حتى أحسن لنا إحنا عشان نأخذ فترة راحة، يعني لأن الكمام شيء جديد دخل علينا يمكن بعده يأثر في الناس ويضايقهم استخدامه. بس في حال وجود أي شخص أو أي حد مر، بالعكس هذا إجراء سليم إن إحنا نرجع. في أيضا ملاحظة ثانية، أن سمعت من الدكتور المفروض ما نمسك الكمام إلا من الأطراف، فعلا بس شوي. طبعا هذا يكون الكمام، يعني يفضل أن إحنا في حال ارتدينا الكمام لما ننسخ الكمام نفسخه من الجهة هذه، نفسخه بالطريقة هذه، وبعدين إذا بنكشفه نكشفه بالشكل هذا ونحطه إذا بنرجع نستخدمه. يعني ما نمسكه من الجهة الداخلية، يعني إذا مضطرين نمسكه من الجهة الخارجية، يعني إذا نبغى نرد نستخدمه. في حال حابين نتخلص منه بس خلاص نفسخ الكمام ونرميه في أقرب سلة مهملات. وأحب أكد وأذكر الناس أهمية إلقاء الكمامات والقفازات في الأماكن، يعني ما في للأسف في ممارسات سلبية إن نشوف الناس يرمون عند باب السيارة عشان ما يردون يمسكونه مرة ثانية. لا، مجرد ما إحنا هذا ممكن إحنا نروح نغسل إيدنا أو نستخدم المعقم ونحمي نفسنا. أهم شيء نحافظ يعني على سلامتنا، سلامة حتى عمال النظافة لما يوم يأخذون الكمامات، يعني إذا شافوها في الشارع ممكن هذا نأذي في الناس وإحنا ما نعرف وما نقصد. نعم، شكرا ملازم سارة. أعزائي الجمهور، إذا ما كانت عندكم أي أسئلة إضافية فنختم جلستنا لليوم. إذا ما كانت في أي أسئلة إضافية،
أعتقد أن الجمهور ما عنده أي أسئلة إضافية. طبعاً نتوجه بالشكر الجزيل للمقدم محمد المناعي والملازم سارة الزرعوني على المعلومات القيمة اللي طرحتوها لي اليوم ضمن موضوع جلستنا لليوم، الإجراءات الاحترازية الأمنية والصحية. كل الشكر لكم على تعاونكم وعلى معلوماتكم القيمة. نتمنى أن نشوفكم في المرات القادمة بإذن الله. شكراً.